بسم الله الرحمن الرحيم. عرفون محسن، مدير مركز إصلاح التتيب عين السبعة الدار البيضاء. اليوم مندوبي العام لإدارة السجون وإعداد الإدماج تنظيم إفطار جماعي لفائدة نزلاء مركز إصلاح التتيب عين السبعة بتنسيق مع المكتب الجهوي للوداد الحسني للقضاة والمجلس العلمي المحلي لعمالات مقاطعة عين السبعة الحي المحمدي، في أجواء يقيم عليها طبعا الدفء العائلي والبعد التضامني اللي من خلاله يتم إرساء القيم الإنسانية النبيلة، الاعتبار على أن المندوبية دأبت على هذا العمل الدؤوف في اطار الانفتاح ديالها على الشركاء الفاعلين ديالها، طبعا خصوصا في الشق المتعلق بعداله الاحداث او فئه الاحداث باعتبارها هذه الفئه ما فتئت ان تحظى باولويه ضمن استراتيجيه المندوبيه العامه لاداره السجون واعداد الادماج، طبعا لخصوصيه ديالها النفسيه والاجتماعيه. طبعا ما يميز هذا الحفل وهذه الامسيه الرمضانيه هو ادكاء روح التواصل وحضور عائلات السجناء في اطار مشاركه ديالهم مائده الافطار لمالي هذه الاخيره اللي هي العائله، ادوار رئيسيه وفعاله في اطار المساهمه في عمليه اعادته لاعاده الادماج، وكذلك اعتبرها لبنه اساسيه ضمن لبنات الاصلاح والتهيئ لتحقيق المنظومه القيميه لهذه الفئه من الاحداث. طبعا الهدف الاسمى من هذا اللقاء ومن هذا الانفتاح التام التي دأبت عليه المندوبيه العامه لاداره السجون واعاده الادماج هو ارساء روح التواصل وتتميم جسور المحبه بين هذه الفئه ديال النزلاء وديهم، وهذا من خلال ما تم عبر اشراك مجموعه من الفعاليات على مستوى الحقل القضائي في شخص الوداديه الحسنيه للقضاه، وكذلك النيابه العامه على مستوى جهه الدار البيضاء على مستوى محكمه الاستئناف او المحكمه الابتدائيه، كذلك البعد الحقوقي على مستوى الحضور المجلس الوطني لحقوق الانسان، كذلك على مستوى البعد التربوي في حضور ممثل على المندوبيه الاقليميه لوزاره الثقافه، كذلك البعد الديني في اطار الحقل الوازع الديني وما يليه من أدوار طلائعية على مستوى الإرشاد والوعد عبر المجلس العلمي لعمالة مقاطعة عين السبعة الحي المحمدي، وكذلك مشاركة فعاليات المجتمع المدني وبعض الوجوه المرموقة على مستوى الحقل الرياضي والفنانين. طبعا كما قلت الهدف الأسمى من هذا الجانب هو إرساء وإطفاء روح الإحساس لديهم بالانتماء للمجتمع وكذلك الرغبة في المساهمة في تهيئ هذه الفئة من النزلاء كي يصبح شخص سوي بعد الإفراج عليه. هذه جمعية ديال فريق رجاء البيضاوي اللي حاضرة بقدماء اللاعبين ديالها اللي لاعبين عطوا الشيء الكثير للكرة المغربية، ولبوا الدعوة وما حتى واحد ما بخل على النداء، لأنه هذا عمل خيري عمل إنساني، والجمعية كتشارك في أعمال خيرية كثيرة لا في الدار البيضاء ولا خارج الدار البيضاء، في المغرب أقطاري كله، يعني أي نداء وأي دعوة كنلبيو الدعوة، هذا عمل إنساني ما فيش، ونتمنوا تكرر بحال هذا الأعمال الخيرية لأنه بزاف الحوايج كتفوج على هاد النزلاء هادو، يشوفوا ناس يفوجوا عليهم، ورمضان هذا يتقبل من الله سبحانه وتعالى هاد العمل الخيري، ونتمنوا الافراج ديالهم يكون في اسرع وقت ان شاء الله. كيندرج هذا الافطار الرمضاني الخيري اليوم بالذات في الاواخر العشر من رمضان المبارك بمركز الاصلاح والتهذيب في اطار زياره مجامله وزياره تالف وتضامن خيري انساني مع نزلاء الشباب القاصرين لمركز الاصلاح والتهذيب، باش نبلغوا لهم واحد الرساله، نقول لهم بان الوطن والمؤسسات ديال الدوله يعني اللي كتشتغل في هذا الاطار، المندوبيه الساميه للسجون واعاده الادماج، ثم مؤسسه محمد السادس لاعاده الادماج، وجميع المؤسسات المؤطره هي راه الاشاره ديالهم من اجل التاطير ديالهم، والهدف هو الادماج ديالهم في النسيج القيمي والنسيج المجتمعي والنسيج الاقتصادي، لانه الحمد لله في عهد سيدنا الله ينصره ما بقاتش ارتكاب جريمه يعني حرمان العمل او يعني العيش بوصمه عار
بل بالعكس السجين له حقوق أو النزيل له في المؤسسة السجنية له حقوق وعليه واجبات، والأهم وأن هناك استراتيجية الإدماج ديالو هي إن شاء الله مبرمجة من طرف المؤسسات المختصة في هذا الإطار، لأنه هذا النزيل كيبقى هو يعني ذراع أو ساعد من سواعد الوطن، لا بد أنه يعني يساهم حتى هو بدوره في التنمية. كنشكروا هذه الإدارة ديال السجن اللي شافت فينا هذه الشوفة اللي جمعتنا مع وليداتنا. المؤسسة الله يجازيهم بخير الموظفون أنهم استدعوا أولياء أمور ديالنا باش يحضروا معنا في هذه مائدة الإفطار في هذا الشهر الكريم المبارك، وحنا الحمد لله فرحة لا توصف، ما فرحنا بزاف من الداخل، ربي اللي عالم بهذه الفرحة الحمد لله، حيت مدة طويلة ما شعرنا بهذا الشعور اللي كنحسوا به دابا. قبل ما تبغي ترتكب شي خطوة خصك تفكر من قبل بزاف المرات، خصك تفكر العواقب ديال الإيجابيات والسلبيات، فيما تبغي تاخذ شي خطوة كتحط الإيجابيات هنا والسلبيات هنا، وتشوف هاد الشيء اللي غادي تقوم به انت واش غادي في خير ولا غادي في شر. وحنا الحمد لله ماشي مجرمون، حنا اطفال صالحون، غير خطا كان في الحياه ومكتاب علينا، فهمتي، وكنطلبوا من الله ان شاء الله يهدينا ويطول في اعمار ديال والدينا تنخرجوا نلقاوهم بصحه جيده الحمد لله. دخلنا الاصلاح هنا لواحد العقوبه كندوزوا لواحد المده ديالنا، وكنتعلموا بزاف د الحوايج، كنتعلموا كيفاش ندمجوا في المجتمع. الحمد لله هنايا دايرين هذه الحفله، حضروا فيها ضيوف كبار، فنانين كبار، رياضيين كبار، حنا كنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم، كنشكروا الناس اللي نظموا هذا الحلم والناس الاداريين اللي نظموا لنا هذا الحفل، كنشكرهم بزاف، خلونا نحسوا بالاجواء الرمضانيه والاجواء العائليه ديالنا، كنشكرهم بزاف على الحضور ديالهم، وحنا كنتافعوا وكندمجوا مع المجتمع مع كل نهار باش نرجعوا ليه ان شاء الله بصوره احسن وبصوره افضل. ضروري كتغير فيك من الاسوء الاحسن، يعني كتخلي تكون في المجتمع بصوره خايبه، ولكن دابا تخرج تقدر تكون دمجتي مع المجتمع بزاف د الحوايج، تعلمتي الحمد لله. حنا كنقراو وكنتعلموا بزاف د الحوايج، كاين السونتر كاين كل شيء الحمد لله، كيخليونا ندمجوا مع المجتمع بصوره احسن. ننصحهم بالقرايه اهم حاجه، ورضا ديال الوالدين والطاعه ديال الله سبحانه وتعالى، حيت الا فاتوك هاد الحوايج ما غتوصل حتى شي حاجه في حياتك، هادو هما الاساس ديال الحياه.